المحطات حولت من البث عبر الأثير إلى الفضاء الافتراضي. اليوم نستمع للراديو عبر جوالاتنا وعبر التطبيقات الذكية، ويمكن طبيعة الراديو هي سر صموده واستمراره لليوم، لأنه بيخلي كل مستمع يرسم صورة مين وإيش بيسمع بينه وبين نفسه، رغم أنه يخاطب الملايين لكنه في الوقت نفسه بيخاطب الشخص بشكل مباشر، وهذا الشيء يعني يخلي أنه الراديو له علاقة شخصية أكثر مع المستمع. عشان نتكلم أكثر عن الراديو والصوت، أرحب معي بالإعلامية سماح محمد. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباحك سعيد وجميل دائما. يا شوفوا الصوت، بس شوفوا الصوت، هذا صوت راديو فعلا. ما شاء الله لك 20 سنه في هذا المجال. كيف بدات علاقتك مع عالم الصوت؟ الصوت الساحر الجميل الممتع اللي دخلك في عالم من المتعه ومن الجمال ومن الامان. بدات علاقتي فيه منذ صغر السن، يعني انا تقريبا اعد مذيعه من عمري 14 سنه. ما شاء الله. كنت طفله، كان ابويا يوديني الاذاعه ويجلس معايا في ذلك الرواق. فكانت علاقه جدا حميميه وجميله وممتعه. كانت في قناه معينه تشدك وانت صغيره؟ انا اسمع لقنوات كثيره، القنوات العربية واللي فيها أحاديث وقصائد وأغاني ومناقشات، يعني سبحان الله، كأني تربيت على صوت الإذاعة. كيف كان شعورك أول مرة تقعد قدام المايك؟ مخيف، عالم آخر، ولكن فقط بمجرد أن أنت تحطين سبحان الله السماعات على أذنك وتغوصين في عالم آخر، وكأن أنت تنفصلين تماما عن الحقيقة. اي والله. نوع البرامج اللي انت تقدميها وايش اللي اقرب للناس بحسب خبرتك؟ انا تنقلت كثيرا ما بين البرامج الطبيعيه والعفويه واللي استشف فيها مشاعر الاصوات ومشاعر الناس والعوالم هذه، وكذلك قدمت الكثير من الاخباريه والوسائل. اقرب لك يعني اكثر شيء تحسي يوصل للعالم؟ اسمعهم. عندما تحترمين عقلية المتلقي وتستمتعين بأصواتهم، هم تعرفين هم شو قاعدين يقولون، متى يتكلمون، شو الأحاسيس اللي هم يعطونك إياها، وكيف أنت سبحان الله بكل لطف تحتوينهم، كيف تدخلين الفرح في قلوبهم والأمل في حياتهم، وكيف تعدين هذا الأمر بطريقة من جبر الخواطر كذلك. إيش هي جملتك المفضلة اللي تحبي تقوليها ويمكن يعني كنت تسمعيها زمان؟ صوتك حياة. واو. يوم يكون صوتك يبعث الحياة. هل تحسي أنه مذيع الراديو لازم يكون صوته جميل؟ يعني هل في مقومات معينة؟ مطلقا العملية مش عملية صوت جميل، كل الأصوات جميلة شو ما كانت وكيف ما كانت، ولكن أنا كمدرب معتمد للأصوات أو للتعليق الصوتي، فكيف أقدر أطلع متى تتكلمين، كيف تتكلمين، أي نبرة بتستخدمين، وكيف تقدرين تتماهين مع الحدث اللي موجود في إيدك. إيش رأي بخبرتك كمان يعني الفرق بين مذيع الراديو ومذيع الشاشة؟ كيف مذيع الراديو أعتقد أنه بيكون عنده حمل وعبء أكبر، بحيث أنه أنت تسمع وكأنك ترى. الجشرز اللي انت قاعده تستخدمينها كمذيعه تلفزيون، راح تتحركين تتكلمين، فانت تريدين ان تجسدين الصوره بصوتك. صح. اوقات حتى ما اقول شيء، بس من وجه الناس حتعرف ايش قصدي، يعني خلاص المشاهدين صاروا يعرفوا وجهي بالضبط. ولكن انا الان في الاذاعه، فقط الاثير يجمعني مع الاذاعه، كيف بقدر اسمعكم ان انا سعيده او انا غاضبه او انا جاده او انا مازحه؟ فالامر يتطلب جهد جميل، مع انه حتى ترى الشاشه يعني اعتقد انه الاثنين مهمين، لانه اوقات ممكن تكون صوره جميله ومذيعه جميله، لكن الكلام والصوت والنبره غير مرغوب فيه، فهذا للاسف اعتقد الاثنين يكملوا. أكيد يكملوا بعض. ايش بالنسبه لك الراديو الان؟ هل تحسي انه مع التكنولوجيا، مع الاي اي، صار في شاشه، صار في التواصل الاجتماعي، هل قيمه الراديو نزلت؟ مطلقا 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 قيمة الراديو مطلقا ما راح تنزل، مع هذا العبء العظيم والشاشات الرقمية والاتصال وكل الفخفخة الجميلة اللي احنا فيها. الإذاعة تبقى الأقرب،
تبقى اللي تسمعينها في كل مكان في كل زمان في كل بعد، وتحصلين اللي تريدينه، تبين أخبار، تبين رفاهية، تبين ترفيه، تبين متعة، تبين فضفضة، فأنت راح تحصلين كل شيء تجدينه في الإذاعة. وحتى دحين يعني منزلين كثير البودكاست، هو فكرة يعني نفس فكرة الراديو بس أنها مسجلة، صار كثير ناس حابينها يعني. صحيح. هل ممكن نسمع شيء بصوتك يعني، هل مقولة، عبرة، شعر؟ في قصيدة جدا، مقطع من قصيدة رائعة لمعالي الدكتور مانع سعيد العتيبة، كنت في حضرة في الإذاعة يعني، وهذه يمكن في بداياتي في الإذاعة من عمري 14 سنة ولا زالت مترسخة. لماذا؟ لماذا جئت تطلب أن أضحي وأنسى ما فعلت ونزف جرحي؟ أما كنا انتهينا وارتضينا وسرنا للنهاية دون نوحي، وأعلن غروب الود فينا دون إبداء أسباب وشرحي، لماذا عدت تطرق من جديد على باب سيبقى دون فتحي؟ يا سلام. يا سلام، شكرا لك يا سماح، يعطيك ألف عافية، وأكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكرا على وجودك سعيد. معنا سعيد. شكرا شكرا، نورتينا والله، وإحنا أكيد حنروح على الرياض ونكمل معاك يا خليل. صحيح سارة، وتحية جميلة وكبيرة للصوت الجميل الإعلامية سماح محمد اللي نورتنا في الاستديو، وأيضا أرحب معي في الاستديو الإعلامي الجميل بدر الشهري مدير إذاعة العلا اف ام. أهلا وسهلا فيك ونورتنا. مرحبا خليل، صباح الخير. صباح الورد، يعطيك العافية. طبعا المكان مو غريب عليك أصلا. أطلاقا لا مو غريب، يعني واحد من الزملاء العزيزين علينا بدر. أول شيء خلينا نتكلم يعني، وين الراديو اليوم وسط هذا التطور في وسائل الإعلام الحديث؟ طبعا الراديو موجود وقائم وصامد ومتطور، لا يزال طبعا بكل ما يحوي من برامج، كل ما يحوي من فرق عمل تعمل طبعا في الإذاعات، يتطور يتجدد. نتكلم عن وسيلة إعلامية أو منصة يتجاوز عمرها تقريبا 100 عام، لا تزال صامدة ولا تزال طبعا تتواجد طبعا على الهواء وعبر الأثير احنا بنسمعها. كان هناك طبعا في السابق يمكن التحديات اللي كانت أمام الإذاعة طبعا سابقا، غير التحديات اللي احنا بنواجهها حاليا. يمكن سابقا مين كان يقدر يحصل على رخصة إعلامية لإنشاء أو بث إذاعة؟ صحيح. حاليا كان لا، كانت محصورة على عدد بسيط جدا، يمكن 3 يمكن في الاف ام، يعني اذكر ما توصل 5 يمكن. انا ما تحضرني الارقام فعليا، لكن كان عدد محدود وصار في توسع بسيط يعني في اعداد الاذاعات. اتحدث طبعا عندنا هنا في السعوديه. الان اختلف الوضع تماما، الان بالامكان الحصول على رخصه عمل اذاعي واطلاق الاذاعه. طبعا التحديات سابقا كانت في الحصول على رخصه لاطلاق اذاعه، حاليا التحديات اختلفت تماما. طيب. أصبحت التحديات في صناعة المحتوى الذي يجذب المستمع، يعني لخلق صديق أو جمهور. صحيح 100%. طيب إيش سر قوة هذه الإذاعة وإيش الخصائص اللي تميزها عن غيرها؟ طبعا هو المحتوى. المحتوى المحتوى طبعا ما يقدم على الإذاعة هو عربون الصداقة اللي بتقدمه للمستمع، وهو عقد بيكون بينك وبين المستمع أنه بيستمر معك لفترات طويلة، وكذلك من خلال البرامج المنوعة. الإذاعة أنا أرجع أقول، يمكن أنت قبل شوي تقول أنه تقريبا يمكن في زحمة وسائل الإعلام أو زحمة وسائل التواصل الاجتماعي، فعليا لا تزال يعني حاضرة وبقوة، قد يعني يخفت بريقها نوعا ما ولكنها لا تنطفئ فعليا. الإيمان طبعا بوجود الإذاعات والإيمان بما تحمل من رسائل والإيمان بموثوقية ما تقوم بنقله من معلومات للمستمعين وكذا، أعاد التفكير لكثير من الجهات. يعني يمكن أتحدث عن تجربتنا في إذاعة العلا فم اللي تم إطلاقها مؤخرا لتعزيز وجود العلا كوجهة سياحية. كان هناك طبعا فكرة إطلاق الإذاعة، بدأنا في محافظة العلا وحاليا نبث في المدن الرئيسية في الرياض، جدة، الدمام، وبنهاية العام بإذن الله رايحين نكون إن شاء الله على مستوى السعودية. فأنت لما تتحدث عن جهة حكومية تؤمن بوسيلة كالإذاعة لإيصال مثلا أو تعزيز تواجدها إعلاميا كوجهة سياحية،
هذا أمر يعني استراتيجي يعني سواء طيب من طرف يعني بدر يعني مواكبة التطور للإذاعة. بعضهم يقول لك والله الإذاعة أنا أحبها الراديو زي ما هي إذاعة مستمع صوت مذيع وكل شيء. نعم. لكن مع هذا التطور صار في تقنيات جديدة، صار في بعض إضافة مثلا كاميرات على المذيعين اللي يقدمون، اللي حب يتابع في السوشيال ميديا لا نروح بعيد البودكاست مثلا واحدة من الخيارات اللي موجودة والأساسية حاليا في الراديو. نعم. طبعا البودكاست هو يعني المنتج واحد، هو المنتج سمعي، فبيجمع مع الإذاعة أنه أنت بتسمع. يعني كثير من الإذاعات الآن بدأت يعني بإنتاج منصات بودكاست مخصصة. صحيح. للبودكاست. التطور اللي بتحدث اللي بيحدث التطور الحادث القائم حاليا يعني على مستوى العالم في وسائل التواصل من ناحية التقنيات الحديثة، كان للإذاعات لابد أنها تواكب هذا التطور. طبعا بإضافة مثل ما تفضلت اللي هو الكاميرات، مثلا بعض الاستديوهات بيكون فيها كاميرات لنقل بث المباشر لمن يرغب في مشاهدة المذيع أو كواليس الإذاعة. كذلك التقنيات الحديثة حاليا هناك طبعا تتحدث بالإمكان الاستماع إلى الإذاعات من خلال الأقمار الصناعية عبر أجهزة التلفاز، وكذلك تقنية الداب اللي تم التوقيع عليها وإطلاقها مؤخرا يعني. صحيح. رايح إن شاء الله تنطلق تقريبا. طيب. بنهاية العام. بسألك سؤال سريع يمكن على موضوع المذيع الراديو تحديدا، هو بالذات من بين كل المذيعين في كافة المنصات لازم يكون ممثل؟ لازم يكون ممثل. ممثل إعلامي مش ممثل. ممثل إعلامي. أنت تتحدث عن شخص بيقدم أو بيتواصل مع جمهوره من خلال الصوت فقط. فالراديو الإذاعة هي مسرح للعقول، ولا بد الذي يقف على خشبة هذا المسرح اللي هو المذيعين أنه يكونون يتحلون بمهارات وقدرات تمكنهم من الوصول إلى المستمع يعني والتواصل معه يعني سواء بالرسائل سواء بالأفكار سواء بالعواطف. التحديات أمام المذيعين الإذاعة ترى أكبر قد من المذيعين التلفزيون، مو قصورا فيكم يعني أو في الزملاء مذيعين التلفزيون. لا إحنا طبعا نهنيكم أول شيء بهذا اليوم، ونهنيكم دائما على جهودكم، وأنتم رائعين في الرسائل اللي تقدمونها ومتابعين لكم جيدين، ويبقى الراديو لها جمهورها حتى في عام 2028 في أرقام تقول أنها حتوصل ل 3 مليون مستمع. نشوفك إن شاء الله على خير بدر. شكرا جزيلا لك. شكرا. ونتمنى التوفيق لجميع زملائنا وزميلاتنا طبعا.